الحل اللي تلقات الوزاره كذلك في مراكش واللي جا بها الوزير هي التتبع، ولا التتبع ديال لي مالاد في المنازل ديالهم، لي مرض نعطيو ليه الدواء ويتبعوه في دارو. هنا كنرجع لاحدى الاجوبه اللي كانت في شي ندوه النيت، كانت واش في فبرايركم ولا شي موقع مع احد المسؤولين ديال ديك اللجنه العلميه، وفاش بدينا كنهضروا على الهيدروكسيكلوروكين ولو تريتمون، قال لك هو اي واحد هنا قبل ما كنعطيوه التريتمون كنديروا ليه الاو سي جي وكنعاودوا ليه الاو سي جي الالكتروكارديوغرام كل 3 ايام. قلت لي انا مزيان على الاقل بور ايفيتي الاعراض الجانبيه ديال الهيدروكسيكلوروكين خاصه لاريتمي، يعني عدم انضباط دقات القلب وداك الشيء. دابا انت كتعطي لواحد في الدار ياخذ الدواء ما كدير ليه لا او سي جي لا حتى حاجه، وماشي حتى الاطر الطبيه اللي غادي تتبعوا، عاطي المقدم وزاره الداخليه هي اللي كتبع هذا الشيء. كيعطيو الدواء للناس والمقدم كيبقى يدوز عندك كل نهار واش كتاخذ الدواء وكيشوف واش عندك بيه واش انت معزول في بيتك ولا لا. ثانيا فاش كنهضروا على الفئات الشعبيه الهشه، راه ما تقدرش تعزلو في بيتو لان الدار كامله عايشه في بيتو كوزينه، فاش كدير المرض في البيت فين غادي تعيش العائله؟ راه الان اللي مراد هما الطبقات الشعبيه. فاش كنهضروا على سيدي يوسف بن علي، الناس راه ما عايشاش في 5 البيوت ولا 4 البيوت، راه الواقع راه ما كنهضروش على شي حاجه ديال راه احياء شعبيه بمعنى الكلمه، ان الناس ما قادراش عندك ان سول مالاد ولا دو مالاد في الدار، راه خصك تخوي الدار، اخرين يقلبوا فين يمشي. اذا كان خص لا بريوريتي اللي تعطى هي لوسبيتاليزاسيون. الدوله ما قداش تامم، وتنقولها تاميم المستشفيات الخاصه تحت الدوله، دارتها اسبانيا ودارتها بزاف ديال الدول داروها. لي كلينيك ما باغيش تاخذوا لي مالاد تاخذهم الدوله باش تاوسبيتاليزي لي مالاد، ما عندناش شي حل اخر من غير هذا. علاش؟ لان ما يمكنش تحط واحد في الدار وكتقول لي صافي راه خذ الدواء وتسنى بلا ما نفكر في لي كونديسيون، بلا ما نفكر في التغذيه ديالو، بلا ما نفكر في لا كونطا، لان ماشي مساله ديال يبقى في الدار، راه غيبقى في بيت، ولكن عندنا طواليط واحد اللي كنستعملو، عندنا دوش واحد اللي كنستعملو، راه لي كونديسيون دوسبيتاليزاسيون ماشي هي حطو في البيت وسير في حالاتك. نقطة أخرى كذلك مرتبطة من غير التتبع ديال المرضى في المنازل هي النقص ديال لي زومبيلونس، خلى المواطنين كيديبلاصاو في المويان دو ترونسبور العادية باش يقلب على الدواء مع العلم أنه مريض، بل أكثر من ذلك نظرا لأن التحاليل ما كانتش في مراكش وكتعطل، ولاو لي مرض كيمشيو كيديروا دي سكانير باش كيشوف ليطا دو بومون ديالو وكيديها. المشكل فاش كيمشي كيدير سكانير وكيعرف البومون ديالو تقاسو، كيجي للسبيطار تيقول ليه ما نشدوكش دير التحليله، خصو يبقى يتسنى. ولات الناس التجأت لطريقه اخرى، هي ولاو كيقلبوا على السميه ديال الدواء اللي كيتعطى في السبيطار كيشريوه من لا فارماسي وكياخذوه، ولات اوردونونس وحده كدور عند بزاف ديال الناس بلا ما ناخذوا بعين الاعتبار الخصوصيه ديال المرض، ولا كيقلب على الدواء باش مكان وهذا. دونك هادشي كامل خلى ان الحالات اللي كتوصل للمستشفى كتوصل في حالات متقدمه، صافي تري افونسي، واخا كتدخلوا كتانتوبي وريسبيراسيون ارتيفيسيال تي ناريف با باش تجيبو. علاش؟ الا ما شديتيش في لافاز الاولى، لان فاش كتبع دابا ولا فاش كنتبعوا الحالات ديال المرضى كتلقى على الاقل ضرب واحد 15 يوم قبل ما يتوسبيتاليز، 15 يوم سي لي ديابيتيك اي بيردوندي ولا لا كان كبير فلاج بار دو الفئات الهشه، صافي راه واخا كتدخلوا الريانيماسيون ما كتجيبوش. وهذه نقطه كذلك اللي ولات صعيبه عندنا في المغرب هي لو طود مورتاليتي في لا ريانيماسيون، كانت في طنجه ودابا كذلك في مراكش النسبه ديال لا مورتاليتي في لا ريانيماسيون ماروكان مع الاسف 80 85%، بمعنى فاش كيدخلوا 10 للريانيماسيون واحد ونص ولا جوج كيخرجوا حيين و8 كيموتوا، وهي نسبه مرتفعه بشكل كبير جدا. السبب كاينين اسباب متعدده. السبب الاول ان لي مالاد كيجيو في انستاد افونسي، دونك ديجا لي بومون بداو تيتقاسوا بدا البروسيسوس ما عندك ما دير ليه. السبب الثاني الفئات الهشه، فمثلا فاش كنهضروا على الناس ديال السكر، ما عندناش ان كارت في المغرب واضحه ديال الناس اللي مرض بالسكر. دابا حنا كتجي الوزاره كتقول لك خصنا الناس ديال السكر يديروا الكونفينمون ما يخرجوش، كتسولها شحال ديال الناس في المغرب مرض بالسكر، كتقول لك عندي 3 المليون، هي واخا عندنا 3 المليون، ولكن راه عمرنا ما درنا دي بيستاج دو ماس ونعرفوا المغرب كامل شحال ديال الحالات السكر اللي فيه. علاش؟ لان حتى كاين مرض ولا شي حاجه عاد تمشي دير التحليله عاد تلقاه ديابيتيك، مع العلم ان هذه التحليله اللي كان نورمالمون الوزاره من قبل، وهذيك الناس كتهضر على الحلول ما كنعطيوش الحلول، هذا حل من ضمن الحلول اللي خص تكون عندك، هي انك تكون عندك عارف ليطا ديال الناس ديال هاد الفئات الهشه، سواء لي زيبيرتوندو سواء لي ديابيتيك اللي عندك في البلاد. ما نبقاش نقدر، لان الواحد حتى كيمشي كيمرض حتى كتلقاه في ستاد افونسي عاد ترجع دير ليه تحليله كتلقاه لي ديابيتيك، فاش كدير ليه الخزان ولا فاش كدير ليه هيموغلوبين غليكي كتلقاه في 14 و13 وهذا، صافي دير راه في ان ستاد ديال السكر لي تري افونسي.
على الاقل في هاد الشهرين ولا 3 شهور اللي فاتت كانت ممكن ان الدوله دير مع الجمعيات اللي كتهتم ولا مع الصيادله ولا تشوف اليه من الاليات ودير ان ديبيستاج وتكون عندنا ان كارت كلير ديال في المغرب عندنا 6 مليون ديال لي ديابيتيك. اذا نكونوا عارفين ان هاد 6 مليون بالسميات بالسكنه بكل شيء انني نتواصل معاه نقول له جلس في دارك. دو ميم بالنسبه لي زيبرتوندي الناس اللي عندهم الضغط ما عندناش احصائيات دقيقه ما عندناش ان كارت سانيت ماشي ان كارت سانيتير ان كارت ديال الموربيديتي ولا ان كارت ديال المرض في المغرب واضحه اللي عندي فيها الاعداد ها شحال عندي هنا ديال التيبيركيلوز ها شحال ديال الناس مرض بالسرطان ها شحال ديال صحاب السكر ها شحال ديال الديابيت ها شحال اللي عنده الديابيت ولي بيرتونسيون حيت الوزاره ما خداماش عندنا ان سيستيم دو سونتي اللي ما خدامش ولكن كاين قسم في الوزاره واخا كاين قسم ديال كلشي الوزاره ماشي الاقسام اللي ناقصينها ناقصها الخدمه علاش ان الوزاره اصلا باش دير هذه الخدمه خص يكون عندها ان بيجي ديال لا بريفونسيون البيجي ديال لا بريفونسيون سانو ريبريزونت ميم با 0.1 من البيجي ديال وزاره الصحه لان هذه الخدمه ديال لا بريفونسيون انني كنجي وكنقلب على لي مرض قبل ما انني ندير ديبيستاج ديال الديابيت في المغرب تكون عندي اون كارت واضحه ندير ديبيستاج ديال لا طونسيون تكون عندي واضحه هادشي خصو يقيس ظرف سنوي طبعا تتبع يومي ماشي سنوي انني ندير ديبيستاج ونتبع كاين كما كنهضروا على ان الوضعيه ديال اللي كاين واحد اليوم العالمي ديال الديابيت فهداك اليوم تكون نعطي تقرير واضح ديال الوضعيه الصحيحه ما نبقاش نقدر ماشي تنقول عندي 3 مليون ديال لي ديابيتيك ولكن راه تقريبا واحد 50 ولا 60% ديال هذاك راه ما عمره ما دار تيست اذا ما عرفش راسه واش ديابيتيك ولا لا اذا باش نهضروا على هاد لي كوس خصني نعرف هذاك الشيء دابا فاش كيجيني كيجينا فيك ان سيستيم ايمونيتير ديفيكتيو مدقدق لان عنده اون مالادي كرونيك اللي ما كانش عارفها هذا من جهه من جهه اخرى كذلك نسبه الوفيات متعلقه بلي لي دو ريانيماسيون لي قلال في مراكش الناس راه كانت تقول لك انني ما كندخل لا ريانيماسيون باش يخوى ان لي حتى كنتزير بل اكثر من ذلك ولاو كيطلبوا من الناس من غير الممرضين انهم هما كيعتنيوا بلي مالاد في لا سال دو ريانيماسيون اللي خصها تكون اسيبتيك المشكل ان حتى اللي ما ماتش بكوفيد كيموت بلي مالادي نوكوزوميال علاش يعني فاش ما كتبقاش لاسيبتي فاش ما كيبقاش التعقيم بشكل مقاد في القاعات ديال الانعاش المرض تيموت بهادشي خص الوزاره تعطينا لوطو اللي كيموتوا بلي مالادي نوكوزوميال فاش كنهضروا على مالادي نوكوزوميال او الامراض المنتقله داخل المستشفيات نخليو مراكش ولا هضرنا على السويسي على الاقل السويسي كاين واحد 4 على حساب شي دراسه كانت دارت واحد الوقيته 4 ولا 5 ديال لي سيرفيس خصهم يسدوا لان لو ام اس دوك فاش تلحق لواحد لو سوي ديال لي مالادي نوكوزوميال فشي سيرفيس خصك تسدو حنا ما كيتسدش عندنا كيبقى خدام اذا راه المنظومه الصحيه كامله هي اللي كتعطينا هاد النتائج راه هادشي اللي كنشوفو نتائج ديال المنظومه الصحيه المهترئه لمده طويله وحنا كنهضروا خصها تصحح وما قدرناش نصحوها نرجع دائما لهادشي ديال مراكش كاينه النقطه ديال ان هادشي اللي قال الوزير كنا كننتظروا على الاقل فاش دار الوزير زياره لمراكش يدار بلاغ واضح رسمي ديال الوزاره انها كتقول لك انا التزم بهادشي راه بقى غير تصريح ديال الوزير امام الصحافه قال لهم غادي ندير ومشى في حالته ولكن واش هادشي ملزم للوزاره ولا لا ما عندناش دي دوني اكزاكت بالنسبه للحلول اول حاجه تنسيق بين السي اش يو وما بين المديريه الجهويه ديال الصحه لان في مراكش ما كاينش تنسيق السي اش يو بوحدو والمديريه الجهويه بوحدها بلا ما نهضر على القطاع الخاص دابا هذا غير القطاع العام بوحدو ما كاينش تنسيق بيناتهم بالنسبه للاكتيفيتي وشكون المرض اللي ناخذ انا وشكون اللي تاخذ انت وكيفاش نتقاسموا المهام هذه هي النقطه الاولى. واش هذه سبب المواطن ولا سبب الدوله؟ كنهضر المسؤوليه ديال الدوله المواطن اي سوبي المواطن اي سوبي المواطن الدوله فاش ما كتلقى ما دير كتقول لك المواطن هو المسؤول واش المواطن هو اللي قال السي اش ما تنسقش مع المديريه الجهويه واش المواطن هو اللي قال الوزاره ما تحلش عماره فيها 120 لي باش يكونوا فيها لي مالاد واش المواطن هو اللي تيقول لك ان الميزانيه ديال الوزاره الداخليه اكثر من الميزانيه ديال وزاره الصحه بجوج مرات ونص المواطن راه كيسيبي داكشي اللي كيوقع كيطيح عليه وفاش الدوله ما كتلقى ما دير كتمسحها فيه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.